اهلا اهلا يا اصحاب، اهلا سيمبا للالعاب. ازيكم يا اصحابي؟ اصحابي عاملين ايه؟ فادي وهادي شكلهم كده جايبين لعبه جامده. يا ترى يا ترى ايه اللعبه الجديده اللي جايبينها؟ يا ترى تفتكري انت لعبه ايه؟ تا 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 تا. ايه ده؟ لعبة كرة السلة. كرة السلة جميلة قوي. الله حاجة. جميلة قوي. بصوا العلبة بتاعتها. الله، شفتي يا اصحابي مكتوب عليها باسكت بول. باسكت بول يعني ايه؟ يعني كرة السلة. لا. ماشي. الله، وشكل الكرة هي بتاعة السلة الحقيقية. الله. طب يلا نفتحها يا صاحبي. هنفتحها. حاضر، بس استني. انا عايز افتحها. ايه ده، جايبين شكل اللعبة من هنا؟ استني كده. حاضر، هخليكي تفتحيها وشكلها من هنا. بس هنوري اصحابنا بس. الله، شكل اللعبة وهي كبيرة. استنوا، شفت شكلها عامل ازاي؟ الله، حلو قوي. جايبينها لك بقى اللعبة، وفيها زراير، وفي حاجة قبة كبيرة كده، وحاجات جميلة قوي قوي قوي. ومن فوق يا اصحابي، استنوا كده، تعالوا نشوفها من فوق عاملة ازاي. استنوا كده، مكتوب برضو نفس الكلام، صورة اللعبة مكتوب باسكت بول. عايزة تفتحيها؟ افتحي كده يلا. ماشي، طلعيها كده. شاطرة. الله، استني كده، ما وريني. ايه ده، في ناس قاعدين جوه بيتفرجوا. الجماهير كانوا جوه. استنوا يا اصحابي، شايفين ناس كتيرة كانوا جوه بيتفرجوا على اللعبة. الله، بيتفرجوا على لعبة كرة السلة. طب هات هات، يلا نشيل العلبة ونجيب بقى اللعبة كده. استني كده، ما وريني اصحابنا، نشرح لاصحابنا اللعبة الأول. في زراير يا اصحابي هنا. استنوا كده. من واحد لغاية تمانية. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. تمن زراير. شايف الفتحات دي؟ الفتحات دي اللي جوه دي مكتوب عليها ارقام اهي. سبعة، وده اتنين، وده اربعة، وده تلاتة. كل رقم بزرار من هنا. لا، دي ما بتتفتحش، دي كده اللي هي البلاستيك اللي فوق دي ما بتتفتحش. ليه؟ هي كده. استني بس، اوعي بس من ورا اصحابنا. ده بقى بتاع ايه يا اصحابي؟ ده بتاع النقط. يعني نجيب ايه؟ بصوا من الاول خالص، من اول صفر. ماشي، استنى كده لما نشوف. تعالي كده لما نقرب عشان اصحابنا يشوفهم. بص يا اصحاب، مكتوب هنا بخط رفيع خالص كده صفر، كده اتنين، كده اربعة، لان ايه؟ كرة السلة بالنقطتين، اتنين اربعة ستة تمانية كده. كل شوطة باتنين. ماشي، طب تعالي بقى نلعب. هنلعب ازاي؟ طبعا فادي وهادي بقى يلعبوا قصاد بعض، ولا هنلعب احنا الاول؟ احنا الاول. بص، الكوره، شوفوا يا اصحابي، الكوره واقفه اهي. دي الكوره واقفه في مربع رقم 8. يعني انا المفروض اضغط على الزرار رقم 8 من هنا، وانت تضغطي على الزرار اللي قصاده من عندك اهو، اللي هو ده. ماشي، يعني انت شوفوا ده اول زرار، وده اول زرار اهو. نضغط مع بعض. ممكن بقى انا لو ضغطت انا جامد اضغط اجيب الكره هنا، وانت لو ضغطتي جامد على الزرار اللي بعده مثلا، شفتي؟ ممكن تضغطي جامد تجيبي ايه كده. ممكن اضغط انا جامد كده تيجي ايه في الجون ده هنا، في الباسكت ده. بس ممكن تيجي. ممكن تيجي. يبقى احنا هنبتدي لعب كده، نبدا مع بعض. بس اوعي تكسبيني. ماشي، يلا. بصوا، احنا النقط دي مش هنحسبها دلوقتي، مش مشكله. ده هو الزرار بتاع النقط ده، مش مشكله نلفه. يعني هنلعب كده ايه وخلاص. هنجرب بس اللعبة الأول. يلا استعد. واحد، اتنين، تلاتة، ابتدي. استنى، بصي، ده أول زرار اللي هنا، دي أول زرار، والقريبة دي التاني ده. مش واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. سيبك. مش مشكلة. عايزة تعمليها؟ ممكن تعمليها بالأرقام، بس عشان هتقعدي تدوري على الأرقام لسه. بصي، اضغطي كده. يلا. مش أي حاجة؟ استنى. وقفت فين؟ اضغطي. استنوا يا اصحاب. ده صعبه اللعبه دي ولا ايه؟ استني كده. جبت جون واحد ليا، انا جبت جون. كده بص، كل واحد دور. لا، بنلعب مع بعض، ما هياش كل واحد. في زراير كتير اضغطي عليها عشان تجيبي جون فيا. يلا. طب استنى، احنا نلعب كل واحد دور عشان دي صعبه. مش دي صعبه ازاي؟ كده ايه؟ ما اعرفش انا اعمل كتير قوي كده. طب اعملي، يلا اعملي، حاولي. كل واحد دور. طب يلا ماشي، حاولي تعملي. انا. طب يلا. الزرار اللي جنب. جت هنا اهي. بص، وقفت اهي يا اصحابي، المفروض اضغط انا هنا. اضغطي انت كمان معايا، اضغطي كمان معايا. استنى، انا ادور على الثلاثه. طب يلا اضغطي كده. لا، اللي جنبه. ايوه. لا، الناحيه الثانيه. ما بيعملش. يبقى اول زرار. دي. اول زرار على الناحيه دي. جامد، اضغطي جامد. هو انت بتضغطي بالراحه ليه؟ بصي. لا، مش كده. بصي، شفت انا عملت ازاي؟
اه كده هتيجي جول. ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده اضغط انا عندك كده اوعي ثانيه. هو الزرار ده هو ده اهو ثاني واحد ده اهو. شفتي لو عملت جامد بتقوم عامله فوق خالص ازاي كده جامد كده جامد. اه كنت اجيب جون في نفسي. يلا الله ده صعبه البتاعه دي ولا ايه؟ ها ايه يلا اضغطي عليها يلا. ما جبناش الا 1-0 بس. بصي بصي هي الناحيه دي ثواني هقول لك على حاجه. النص هي مقسومه بالطول كده. النص ده الزراير الناحيه دي النص ده الزراير الناحيه دي فهمتي؟ اه كنت اجيبها في نفسي. ها الناحيه دي بقى دي الناحيه دي. انا مش عارفه العب. اه استنى دي الناحيه ده اهي. ليه مش عارفه تلعبي ليه؟ بصي لو عملت كده اهي اول زرار تاني زرار اهو وده تاني زرار. احنا هنلف. طب ليه هي هتفرق يعني؟ ماشي العبي عندي. هما الزرار زي بعض. يلا ها اه كده هتيجي ما جاتش يا خساره. ها يلا مش عارف مش عارف ايه ده كانت هتيجي. ايه يلا اضغطي. ها ايه ده؟ طب بصي انا اقول لك على الزرار تضغطي عليه. ده ده لا استني ايه ده؟ هو راح فين؟ ولا ده؟ ايه ده؟ هو مفيش ولا ايه؟ اه كان ده صح. اه شاطره كنت هتجيبيها اول واحده. استني 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 اخليكي تجيبيها ثانيه واحده لما تقف بس اهي. شوفي الزرار ده بصي تعالي اضغطي جامد هنا هضغط لك انا جامد. بصي ايه ده؟ انت جبت جون فيا الحقي. ده انت ضغطت جامد فجت جون فيا. بس جميلة قوي اللعبة دي. طب ايه رأيك تعالي نخلي فادي وهادي بقى يلعبوا بيها كده ونشوف هيعملوا ايه. ماشي؟ ماشي. طب جربي انت كده الأول. ها جامد اعملي جامد. ماشي؟ ماشي. ها لا اللي جنبه كانت هتيجي ولا جت؟ لا ما جتش. ما جتش؟ طب اعملي كده تاني الناحية دي. اه بالراحة بالراحة جت. يلا كمان. ها اه دي كانت هتيجي خالص. لا بالراحة بالراحة قومي عاملاها مرة واحدة. اه خبطتي ايدي معلش خبطتيها جامد. طب انا اجرب مرة كده استني. ما جاتش. طب اعملي انت كده. ها البعيدة بتبقى صعبة شوية ممكن ما تجيش بس تصدقي انك هتيجي. الله تاني زرار. اه يلا جامد. ايه ده؟ جات. الله ده انت جايبة فيا كتير. انا ما جبتش الا مرة واحدة فيكي بس وانت هتكسبيني كده. طب اضغطي على الزرار ده تاني. اه ها اه ايه ده؟ انا هضغط معاكي بقى. ايه ده؟ تاني؟ طب اضغطي معايا يلا نسخن. 1-2-3 اه تاني. ايه ده؟ انت كل مره تجيبيها فيا؟ اه مش جاتش. لا 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 اوعي تجيبيها فيا تاني. ايه ده؟ اه اه استنى هلعب انا. ها ماشي يلا. اه تاني؟ تاني بس. طب ماشي ماشي ماشي. اه ما جاتش. ايه ده؟ لا انت اعملي جامد مره مره واحده يعني. اه مره واحده جامد. ايه ده؟ وبعدين بقى اصحابي بقى كل مره تكسبني. ايه ده؟ راحت بعيد. اه ما جاتش. استنى بقى انت لعبت خلاص. ما احنا المفروض بصي افهمي المفروض احنا الاثنين نلعب مع بعض كل واحد يضغط على زراير ومين اللي يكسب بقى. ماشي يلا. ها الله جامد. اعملها اعملها جامد. فادي وهادي يلعب. فادي وهادي اللي هيلعبهم. ماشي تعالوا يا اصحابي فادي وهادي هيلعبوا. يلا خليه يلعب برجله. لا ايه اه ما جاتش. استنى بقى ما تلخبطنيش. استني هيلعب برجله اهو. خليه يلعب برجله عادي برجله عادي. لا بايديه هو بايديه. ده بايديه. طب انا هلعب انا برجله. ماشي استنى. طب يلا العبي مالكيش دعوه بيا بقى. اه انت ممكن تكسبيني كده. طب انا هلعب له انا. ماشي طيب العبي لي وانت ماشي وانا هخلي هادي فادي اللي يلعب. يلا 1-2-3 الثانيه الثانيه قطه. ها 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 ايه ده؟ انت اللي جبتيها برضه ينفع كده يا اصحابي؟ اه الحق الحق جت عندك. اه لا يعني انا اللي هلعبها. طيب ماشي العب الناحيه الثانيه دي الناحيه الثانيه. اه استنوا بقى. ايه ده ما جاتش ما جاتش برضه. طب العبي مفيش دعوه بيا. الله انا بلعب عشان اكسب. اه ما جاتش كانت هتيجي كانت هتيجي. لا ماليش دعوه بقى هلعب تاني. طب يلا ها ايه ده؟ اه خليتها تروح بعيد. يلا العبي على طول ما تقفيش الناحيه. لا ايوه هنا. بص انا هفهمك حاجه هفهمك حاجه. شوفي الاثنين اللي في الاول دول اول زرار وثاني زرار. الخط اللي بعدهم دول الاثنين دول والخط اللي هنا الاثنين دول والخط اللي في الاخر الاثنين دول. فهمتي؟ يلا اه اه ما جاتش. يا خساره يا خساره تاني. يلا جامد بقى اعملها جامد اعملها جامد. ها طلعتها. ده ممكن تبقى في ايه ده؟
تصدقي كانت هتيجي؟ دخلت هنا. العبي العبي العبي. ايه ده جبتها؟ جبت واحد. ده انا جبت اتنين بس من الاول ما لعبت. وانت جبت كتير، انت كسباني، ينفع كده؟ ها؟ جت. ده صعبه من بعيد، جبتها من بعيد في الباسكت، جميله دي. استنى اما احولك. ما جتش، ما جتش. هلعبها. طب العبي كده. كانت هتيجي تصدقي؟ ها؟ لا اللي هنيها. ده جت. ده جت. شاطره. الله، ده حلوه قوي اللعبه دي. هادي اللي كسب فادي، هادي كسب يا اصحابي، وفادي ما كسبش، يا خساره. وبعدين بقى ايه؟ استني كده لما نوريها لاصحابنا نقلبها كده. بصوا يا اصحابي عامله ازاي؟ استنوا، والباسكت شكله جميل قوي. استنى كده اما نجيبها من تحت، مفيش حاجه من تحت. بس جميله قوي اللعبه دي، استنى كده، ممكن الواحد يلعب نفسه كده، يمسكها كده، ياخد يسقطها على الترابيزه يعني، ويلعب كده، وايه؟ وبعدين يقوم لاعب ايه؟ كده. وكده. وكده. استني كده. ما جاتش، مش عارف العب. طب يلا العبي كده معايا، يلا سيب بقى من فادي وهادي وتعالي نلعب احنا. استنى كده. ها كده. ايه هيلعب برجله؟ لا خليه بص بص، شفتي فادي قاعد ازاي كده؟ يقوم عاملها برجله كده. كانت هتيجي. استني، هيجيب جون برجله ولا ايه؟ يا ترى هيجيب جون برجله ولا ايه؟ مش عارف يجيب جون برجله للاسف. معلش، ما جاتش يا اصحابي. ايه جاب جون برجله؟ جت صح؟ مش جت؟ ما جاتش يا خساره. ايه ده جاب جون برجله؟ ايه؟ طب يلا العبي الناحيه الثانيه. انا مش هلعب بفين. طيب العبي بايدك يلا. ها؟ استنى بقى عشان انا بطلع. ماشي. جامد جامد، اخبطيها جامد. طيب. ها؟ دول الزرارين اللي هنا. واحد من الاثنين دول. ها؟ شوف اللي جنبه. كانت هتيجي. الله. صدقني كنت هجيبها في نفسي. يلا العبي. انا هلعب. طب يلا. ها جامد، اعملها جامد. مش قادر تروح في حته ثانيه ليه؟ العبي بقى. ده انت ممكن تجيبيه. شوفي اول زرار ولا ثاني زرار من هنا كده. لا اول او ثاني من هنا. الثانيه بالراحه بقى. جامد بقى جامد، مره واحده هتلاقيها جت. ده جت من فوق خالص ونزلت ثاني. شاطره. اللعبه دي جميله قوي 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 قوي، هتعجب اصحابنا خالص. انت بتحبي اللعبه دي؟ عارفه اسمها ايه اللعبه دي؟ كره السله. كره السله او باسكت بول. الله، ده تحفه. بس تحفه حلوه قوي، عجبتني خالص. ما جاتش. ها الله. انا هقعد اقول لك على حاجه. ايه عايزه؟ عادي مستنيين. ها؟ صاحبهم مين ده يا ترى؟ مين صاحبهم ده؟ واحد كده. أهلاً يا صاحبي. إيه ده؟ مين ده؟ يا صاحبي أنا الدبدوب. أنت الدبدوب؟ اللي كان صغنن اللي كان صغير معانا ده وكان قد كده وكبر؟ الحقوا يا أصحابي، ده بياكل كتير ده ولا إيه؟ الحقوا، ده اسمه إيه الدبدوب ده؟ أنا كبرت زيكم. اسمه إيه الدبدوب ده؟ تيدي؟ تيدي. بس كبر ده، كبر خالص. ده كان صغير خالص نونو كده، اصغر من فادي وهادي، دلوقتي بقى اكبر منهم عشان بياكل كتير، بياكل اكتر منهم، فبقى كبير خالص. شفتوا يا اصحابي بقى قد ايه؟ وفادي وهادي صغنطتين جنبه، ما عادوش كبار بقى، بقوا نونو جنبه. طيب هو انت عارفه هو جاي ليه؟ عشان يتفرج على لعبه كره السله بتاعتنا الجميله. جاي علشان يلعب عليه. هيلعب كره السله؟ هيلعبني انا ولا ايه؟ ده هيكسبني. ده ايه ده؟ بيلعب براس الحوض يا اصحابي. هنا على فكره. الله، ده هيكسب ده ولا ايه؟ الحقهم. ده شكله تعب، خليه يلعب بايده. امسكي ايده كده. ايوه شاطره. ايوه مره واحده بقى جامد. لا هي على فكره الناحيه الثانيه، هي الناحيه الثانيه، انت بتعملي هنا وهي الناحيه الثانيه. الله، استني بقى كده ثانيه واحده. ما جتش، كنت عايز اجيبها. يا خساره. جبتها. ابو سلاح. هعمل مره كمان اخليه يجيبها. ما جاتش يا خساره. هو ما بيلعبش معاك اصلا. ما بيلعبش معانا، هلعب لوحدي واكسب نفسي بقى. خلي بالك، هو بيتكلموا مع بعض وبيتوشوشوا. عايزين ده بيتفقوا عليا، خلي بالك، عشان يلعبوني ويكسبوني، عايزين يكسبوني. الله، ده بيقولوا كلام غريب. انا هلعب انا لوحدي بقى قبل ما يكسبوني، هكسب نفسي وخلاص. ماشي. ده كمان بيتكلموا انجليزي. انجليزي؟ هبو سلا. شكلهم بيتكلموا هندي. هبو سلا.
الله حيل 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 ايه جبتها شاطر انا شاطر يلا وانت كمان العبي معايا يلا عشان اكسبك هكسبك المره دي لا 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 يلا لا الناحيه الثانيه استنى استنى يا فادي انت رايح فين ده جايين البخوكي دول ولا ايه خلوهم يلعبوا بعيد كده استنى هو هيتكلم مع فادي طب خليه قاعدين اهوت وخليه يتكلم براحته ماشي يلا نلعب احنا بقى يلا ها يا ترى يا ترى الكوره راحت فين اهي ايه اه يا خساره ما جتش لا بقى وبعدين بقى انت هتكسبيني كده مش هينفع الكلام ده اه كانت هتيجي ينفع كده يلا اجيب جون كمان ايه يا خساره كانت كانت جايه استنى ايه هادي وهادي بيتكلموا بيقولوا حاجه بيقولوا ايه بيتفقوا علينا على بيتفقوا علينا ينفع كده يا اصحابي يلا اه استني 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 ايه جبتها ايه ده هو ماشي ولا ايه انت ماشي يا دبدوب اه باي يقول لاصحابنا باي استني كده باي يا اصحابي الدبدوب بيقول لكم باي عشان هو مروح باي يلا هو مشي خلاص يا اصحابي يلا ايه ده هو الدبدوب ده جه ولا ايه ده ايه ده ده الدبدوب راح ينام ايه ده الحقه ايه ده انت عملت ايه ينام ينام في البتاع بتاعه كره السله كرتونه بتاعه كره السله دي ولا السرير بتاعه ده ولا عنده سرير ما عندوش سرير فينام هنا أوه. ينفع كده يا دبدوب خلي هادي وهادي يقعدوا فوق بقى فوق فين فوق هنا استنوا كده فادي هينام كمان امال هذا ده هادي امال فادي هينام فين الله اه ينام الناحيه الثانيه ما تخليهم يقعدوا خلاص هيقعد ايوه اقعدوا بقى تتفرجوا على 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 الباسكت على كره السله واحنا نخسر انا هكسب بقى عشان انا شاطر يلا استنى بقى طيب انا هتمرن على ما انت تيجي مش مش بجد يعني ده مش لعب بجد ده كده وكده ده تمرين بس ماشي انا بتمرن وبجيب اهو يلا نبدا استعد واحد استني كده ثانيه واحده يلا واحد اثنين ثلاثه الله ينفع الكلام ده ده انت هتكسبيني ده ولا ايه؟ لا يا لا لا مفيش حد بيلعب كده بالراحه بالراحه ده الله ثانية واحدة ايه ده؟ بصي انا اقعد ايه ابصيها لنفسي ايه ده؟ اه طب استنى العب مع نفسك العب مع نفسي هكسبك اه بص اه ادي لمعة ايه جبتها ايه ده يا فادي انت بتزق البتاع ليه يا فادي ما تزقهاش يا عم لا ما تزقش يا عم يا عم ما تزقش الله انا هزقك انا هزقك انا ها الله اقعد كده اهوت وما تتحركش لو سمحت ايه زقيته استنى استنى عشان هو مش عارف فيه. مش قاعد كويس اقعد يا فادي حلو بقى بس ايه رايك في لعبه الباسكت دي هتعجب اصحابنا ولا لا؟ ايوه يلا اقعد كده مالكش دعوه بيها لو سمحت شفتوا انا اصحابي انا طلعته بره ازاي؟ حكت عليه الله تحفه حلوه قوي 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 الباسكت دي فاكرة لعبة الكورة اللي احنا كنا جبناها اللي كان فيه عصيان كده نقعد نعملها كده نعمل كده وكده ونجيب اجوان في بعض فاكرة؟ اه وبرده لعبة ايه كمان والبلياردو ده كلهم ناموا ايه ده؟ استنوا 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 يا اصحابي ايه ده؟ ايه ده؟ الله ده هما نايمين بالادوار ولا ايه؟ بالدور كل واحد في دور ده في الدور الارضي وده في الدور الاولاني وده في الدور الثاني فوق بعض كده نايمين ادوار حلوة قوي 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 بس شكلهم تحفة الله حلوة قوي طيب بقول لك دلوقتي بقى هنقول ايه لاصحابنا ايه يروح عشان تعمل باي يا فادي مع السلامه مع السلامه باي طيب هنقول ايه لاصحابنا دلوقتي باي لا هنقول لهم حاجه الاول اهلا يا اصحاب اهلا سيمبا للالعاب هيا نمرح هيا نلعب هاتشات كلها جديد وكمان هنقول لهم اشتركوا معانا في القناه يا اصحابي وما تنسوش اكتبوا لنا في التعليقات اللعبه بتاعه النهارده الجميله دي عجبتكم ولا لعبه كره السله الجميلة دي عجبتكم ولا لا يا اصحابي؟ بس استنى يا اصحابي ايه؟ انتوا ما شفتوش ده؟ ها هيقول لهم باي؟ استنى ايه؟ وريهم كده لونه ايه؟ ده لونه ايه؟ استنوا خليه يقعد هنا كده لونه ايه؟ ها؟ اه ده فادي ادي خطفه ده كل شوية يخطف مننا حاجة طيب اصحابنا يكتبوا لنا في التعليقات اللعبة دي عجبتهم ولا لا؟ وكمان هيشوفوا فيديوهاتنا الجميلة اللي فاتت ويبعتوا الفيديو الجميل ده لكل اصحابهم عشان يشوفوه استنى ايه هادي ده مروح علشان هادي بس طب يلا مع السلامه يا هادي يلا خلي الدبدوب يقول لهم باي بقى
باي يا اصحابي. باي باي. شويه ويروح عشان هادي، عشان يقعد مع هادي يعني، ما يبقاش تسيبوش لوحده. الحق يا حياه تقع فيها تعب بسرعه كده. كده تجري من مني. العربيه الشقيه دي، الله، شو بتمشي على ايدي ازاي؟ ده اكني في حشرات ماشيه على ايدي. بصوا 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 بصوا، ايه ده؟ طب هي هقلب على ظهرها بقى عشان الله. طب ها ده كل شويه بقلب على ظهرها بتاعتي، تتعادل تاني. وبعدين بقى في العربيه الشقيه دي، ها الله. وبعدين طب بصي بقى، انا هقلبها كده تاني. وبعدين بقى ايه؟ ايه عمل ايه ده؟ اتقلبت برضه، مش هتعرف تمشي. الحمد لله قدرت اوقفها. مش هتتاني. طيب كفايه، ارتاحي شويه يا عربيه يا بنت، نجرب اللبني عشان ما تزعلش. ماشي، يلا يلا نجرب بقى اللبني. هو فادي هادي مش هيروح يقعد مع فادي ولا ايه؟ هيمشي مع يقعد مع فادي عشان فادي تعبان قاعد لوحده. هو بيقول لك يلا باي يا هادي. باي، انت رايح تقعد مع فادي؟ استني يا عربيه. ماشي يا هادي، يلا باي باي. ايه ده؟ ايه ده؟ الحقوا الحقوا الحقوا، ايه ده؟ تعالي يا عربيه. الله، راحت فين دي؟